نبداو على بركه الله. نجات الوصفات اللي غادي تقدمي ان شاء الله على بركه الله. باش نبداو شباكيه. اي مرحبا، نبداو بالشباكيه. يلا عندنا الشباكيه ديالي، وما تبارك الله قال الاخوات عطاو الشباكيه. أيه كل واحده راه الطريقه ديالها. أيه وانا حتى انا غادي نعطيكم الطريقه ديالي بسيطه. أيه نتمنى انها حتى هي تعجبكم ان شاء الله. اكيد. عندنا في المقادير كناخذ كيلو ديال الدقيق الابيض الفورز، كندير معاه 125 غرام ديال الكاوكاو مطحون. ماشي ما محمرش، غير مطحون هكاك. و 125 غرام ديال الزنجلان اولا السمسم، حتى هو مطحون بلا ما نحمروه. كناخذوا شويه المسكه الحره كنطقوها مع نص معلقه ديال الملحه. كناخذوا جوج معالق كبار ديال حبه حلاوه وجوج معالق كبار ديال النافع، حتى هما كنطحنوهم. وكناخذوا معلقه صغيره ديال القرفه ونصف معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز. وكاس ديال زيت الزيتون، وعندنا هنايا نصف كاس ديال الخل. وكناخذوا المزهر كنديروا معاه شويه زعفران شعره باش يدير لينا اللون. أيه. المهم كناخذوا الدقيق كنخلطوا معاه دوك النواشف كاملين بعد ما كنطحنوهم وكنغربلوهم، كنخلطوهم مع الدقيق، عاد كنزيدوا عليهم كاس ديال زيت الزيتون. وسمحي لي نسيت ما قلتش. أيه. المقادير نص زبده نص مارغارين، يعني 125 غرام ديال المارغارين حتى هي كنذوبها. اييه ملي كندير زيت الزيتون مع داك المكونات كندير الزبده المارغارين حتى هي اللي مذوبه، كنخلط هادشي وعاد كنبدا نزيد هذاك المزهر اللي كنكون درت معاه نص كاس ديال الخل. كنبدا نضيف بشوي بشوي، وانا كنجمع العجين ديالي، والعجين خاصها تكون قاسحه ما تكونش مرخوفه، ضروري العجين تكون قاسحه. صافي بعد ما كنجمع العجين ديالي كنديرها في بلاستيكه وكنبدا نسرح فيها ونشكل في الشباكيه. اييه المهم راه الطريقه ديال الشباك راني حاطاها في القناه ديالي بالاسم ديالها نجات في البيت. المهم من بعد صافي ملي كنكمل الشباك كنقليها في الزيت وكنطفيها في العسل كيف العاده، راه كلشي عارفين الطريقه. اييه وملي كنطفيها في العسل كنديرها في شي شبيكه تقطر وكنرش عليها الزنجلان. اييه الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. هذه الشباكيه طريقة ديال نجات من اسفي. ندوزو لاقتراح اخر. نقترح عليكم عصير ديال القرعه حمراء. اييه عندنا كنحتاجو نص كيلو ديال القرعه حمراء. كنحيدو لها هذيك القشره وكنقطعوها مربعات صغيره. أيه. وكنديروها في شي كاسرونه ونديرو عليها الماء اللي غادي يغطيها. اييه صافي وكنديروها فوق البوطه حتى تطيب، هي ما كتاخذش طياب بزاف دغيا كطيب. صافي ملي كتبان لينا طابت كنحيدوها ونديروها في الثلاجة اولا كنحطوها على جانب باش تبرد. منين كتبرد كنديروها في الخلاط الكهربائي، كنزيدو عليها واحد الياغورت ديال الفاني اولا ديال البنان على حساب الرغبة، وكنزيدو عليها موزة، وكنزيدو عليها ستة ديال التمرات. انا كندير التمر لحقاش ما كنديرش السنيدة في العصير. أيه. اللي بغى يدير السنيدة غادي يديرها. واخا اييه نحليو بشي حاجة طبيعية، واللي بغى مصنعة مرحبا. أيه. داكشي اللي كاين. صافي وكنزيد عليه العصير ديال البرتقال. العصير ديال البرتقال كديرو على حساب الخطوريه، كطحنوا كتشوفوا اللي بغاه ثقيل اللي بغاه شويه خفيف. هذاك الشيء اللي كاين. صافي ومن بعد تخلوه يبرد وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. عصير القرعه الحمراء حتى هو الواحد كيف تنقولوا يتعشر معاه في الوقيته ديال رمضان ان شاء الله. في رمضان كيكون صحي ومفيد. القرعه الخضراء القرعه الحمراء يعني البربا كلهم هادو الصراحه كيتواتاو مع فواكه اخرى، والحمد لله يعني الخير موجود. هذاك الشيء اللي كاين. نمشي وتفضلي لاله نجات. ندوزو للرايب. اييه عندنا لتر ديال الحليب. كناخذو منه نصف لتر. كنديرو معاه جوج المعالق كبار ديال السنيده ونديرو فوق البوطه باش يسخن. اييه يدفى. وكناخذو النصف اللي بقى كنزيدو عليه ساشي ديال الفاني، وكنزيدو عليه ياغورت ديال الفاني. كنخلطو مزيان، من بعد كنضيفوا عليه نصف لتر اللي سخناه شوي بشوي وحنا كنحركو. صافي ملي كنضيفوا عليه وكنحركو مزيان كنبداو كنديروا في الكيسان اللي غادي نقدموا فيهم. وكناخذوا شي تشوبينه اولا بحال هكا الكوكوت اولا اللي كان كنديروا فيها الماء يكون غليان يكون طيب. وكنستفوا فيه هذاك الكيسان ديال الرايب ديالنا
وكنغطوا عليه بشي فوطه اولا شي حاجه تكون سخونه ونخليوه في بلاصتو لمده 8 السوايع صافي كنلقاوه موجود وكنديروه في الثلاجه يبرد وصحه وراحه. اييه الله يعطيك الصحه. الريب مصايب في الدار كيجي زوين وهكا مناسب للسحور ان شاء الله. ان شاء الله ودائما كنبقى في الوصفات البسيطه وكله طريقته. انا عندي وصفات غير بسيطه لان انا يعجبوا المستمعات. اييه مرحبا. نمشيو لشي حاجه من الفطائر. اييه فطائر واخا. عندنا في المقادير ديال العجين كاس ديال الحليب دافئ، عندنا جوج كؤوس ديال الماء دافئ، عندنا معلقه كبيره ديال خميره الخبز، معلقه صغيره ديال الملح، ملعقتين ديال السكر حبيبات، خميره الحلويات من فئه 8 غرام، اربعه المعالق كبار زيت المائده، والدقيق على حسب الخليط. كنستعملوا الدقيق الابيض، كنستعملوا الفورس. المهم كنجمعوها تبقى مرخوفه، ما تكونش ثقيله باش يجونا الفطائر ديالنا ما فيش شي من الداخل، راك عارفه. صافي كنجمعوا العجينه ديالنا، نعجنوها شويه، ندلكوها واحد شويه ونخلوها حتى تخمر. تخمر مزيان لحقاش ما غاديش تعاود تخمر مره اخرى، غنخمرها غير مره. صافي وكندوزوا للحشوه اللي استعملت فيها ثلاثه البصلات صغار مشلضين وثلاثه الفلفلات صغار مشلضين، واستعملت فيها رابعه ديال الكفته. خديت البصله مشلضه مع الفلفله مقطعه مربعات صغيره، درت معاهم شويه زيت المائده، شويه الابزار، وشويه الملح، وشويه الكركم. اييه كركم. ودرتهم فوق البوطه حتى تشحروا ليا مزيان، وطاحت ليا هذيك البصله والفلفله. عاد زدت عليهم الكفته وحركت عاوتاني مزيان باش طيب ليا داك الكفته بدون ماء باش تبقى فيهم ديك اللذه. صافي وكتشكلوا الفطائر ديالكم على حساب الرغبه. انا سرحت العجينه ديالي طول طوليا ودرت الحشوه في الوسط، درت عليها الفرماج احمر محكوك، وخديت الطرف اللي من حدايا غطيت به الحشوه. عاد عاوتاني درت فوق من هذيك العجين الفرماج احمر محكوك، وجبت الطرف اللي بقى لي من لهيه جبته عندي. صافي وقطعت على شكل طولي ودهنتهم بالبيض ورشيتهم نتوما على حسب الرغبه سمسم او اللي عندكم. صافي وكتدخلوهم مباشره الفران يطيبوا، ما كيحتاجوش يعاودوا يخمروا مره اخرى. ملي كتقطعي دوك الفطائر بشكل يعني طولي كيجيو هكا مستطيلات وكتبان الحشوه. يعني في الجناب كتبان، كتجي باينه، وحتى الفرماج كيبان هكاك في الجناب. اييه ويلا يعطيك الصحه. ودرتي الاخرين على شكل وريضه ياك؟ درت الاخرين على شكل وريضه. هذوك الاخرين درت سرحت العجينه في حلقه قطعتها دوائر. قطعتها دوائر وقرصتها بحال اللي بغيت نقرص مخيمرات اولا شي حاجه. المهم خاصها تكون رقيقه ملي تقرصوها. صافي ودرت وسط منها الحشوه وجمعتها جمعتها على شكل دائره، وقطعت ليها الجوانب ودهنتها بالبيض ودرت لها شويه الفروماج من الفوق. صافي كتجي على شكل وريضه. حليتي ليها الجوانب ياك بالموس ولا بالمقص باش يعطيك داك بحال 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 بالموس بحال بالمقص، هي كتجي نفس الشكل. اييه يعني درتيها مدوره ودرتي الحشوه وعاودتي لولبتيها على شكل يعني دائره وقرصتيها شويه ومن بعد حليتي الجنيبات. فعلا داك الشيء. اييه الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك نجات. ميد راديو.